مع قرب نهاية كل شهر يزداد قطع التيار الوطني الكهربائي والذي يراه مواطنون هنا في النجف الأشرف غير اعتيادي بتاتا. يطالب النجفيون متهكمين بإجراء استجواب للشهر كونه المتهم الوحيد بمسألة الكهرباء المحيرة والتي عجز المواطنون هنا عن فهم مشكلتها، فقطعها يزداد كلما اقترب موعد سداد أجور المولدات الأهلية. طبعا أنا عندي في الطلب غريب، أنا أتمنى يستجوبون رأس الشهر لأن هو داخل طرف ثالث بين دائرة الكهرباء وأصحاب المولدات، حالة وصل مع الملوية اللي الفلوس راحت مليارات والملوية ما انصرف عليها دينار واحد، فأحنا ما أعرف شلون هذا، شلون نستجبر رأس الشهر؟ نسوي عقدة مرة نطلب من البرلمان يعني نسوي له عقدة؟ لو ما أعرف والله بعد هذا الأمر ما أعرف نوصله ما أدري. ويرافق هذا الأمر ارتفاع أجور الأمبير في المولدات الأهلية والتي تقرها الجهات المعنية، أمر يثقل كاهل المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء في محافظة النجف الأشرف. عندما نوصل إلى دفع المبلغ من المولدات الكهرباء مو زينة عندنا، بس احنا أمنا من الحكومة بقية يعني السنوات احنا ما تعدلت عندنا الكهرباء، بس هسه حاليا خلال مثلا بدايه الشهر يكون زين، لكنه عند ما نوصل الى بقيه يعني اخر الشهر يكون القطع عندنا مستمر، خصوصا الايام اللي مرت علينا يعني تجينا كل اربع ساعه تجينا نصف ساعه، ولكنه احنا تعلمنا صار لنا حوالي 22 سنه يعني ما تحسنت الكهرباء مثل بقيه الدول. على مود فلوس المولده تتخربط الكهرباء، بعدين راس الشهر كهرباء مستمره وما في شيء. نهايه الشهر على مود فلوس المولده تتخربط الكهرباء. الله هذا ضاق على أصحاب المحلات، من يقوم يشغل يقول لك جيب فلوس أكثر، أمبير 16 و15 أمبير وإحنا على باب الله. الحيرة والاستغراب هو كل ما يجول في خاطر المواطنين في المحافظة جراء ما يصفونه بالتلاعب الذي يحصل بتجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية والذي بات حلم معالجته بعيد المنال. من النجف الأشرف، محمد الغالبي، وان نيوز.